أنا في رأيي المباراة اتحسمت. للأسف احبطنا جامد. خايفين يخمنوا، خايفين يحاولوا، ما عرفناش نجاوب بسبب الخوف ان الإجابة تكون غلط. الخوف مش هيفيدك في حاجة، ولا النهاردة ولا في حياتك. تجربة مش سهلة، ولكن أكيد بالنسبة لهم هتبقى مفيدة. يعني إن شاء الله نتعلم من التجربة دي. مدرسة نبوية موسى اكتسبوا ثقة. إجابة صحيحة. في ضربات الجزاء ادينا هدوء شوية وقلل من التوتر. في فرصة لمدرسة قناة السويس إن هم حسنوا السكور. إجابة صحيحة. ممكن تتغير النتيجة في لحظة عادي، النتيجة اتحسنت، بس إن شاء الله نحاول على الأقل نعلي السكور في الفترة الجاية. خلينا نشوف عجلة الحظ هتعمل إيه ومباراة النهاردة هتخلص إزاي.